وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. حديث صحيح مروي عن ابن ماجة مروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. إذن الآن عدنا النهي وعدنا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ الإسلام، عندما كان الإسلام جديد، النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة زيارة القبور، نهاهم عن زيارة القبور، وهذا ما يدل قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثم أمر بزيارتها، ثم قال: فزوروها. إذن نهى ثم أمر بزيارتها. لماذا هناك النهي أولا ثم الأمر بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور في بداية الإسلام، لأن الإسلام كان جديد، وكانت هناك بعض أعمال جاهلية يعملونها عند القبور، ما زال كانوا الإسلام جديد، ما زال ما يعرفوش الإسلام مليح، ما زال الإيمان ما تخلهمش للقلوب مليح، راه جديد. وكانوا مين يزوروا المقابر؟ كانوا يديروا بعض الأعمال اللي ما يبغيهاش الشرع، تاع جاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام انهاهم، قال لهم ما تروحوش، ما تزوروش المقابر. من بعد أمرهم، من بعد أصبحت زيارة القبور سنة. علاش؟ نهار اللي ولاو يعرفوا الإسلام مليح، ونهار اللي دخلهم الإسلام في قلوبهم، ونهار اللي تركز الإيمان مليح في قلوبهم وفهموا الإسلام مليح، ثم عاد باش أمرهم النبي باش يزوروا القبور. فهمنا علاش النهي وعلاش الأمر؟ فزوروها فإنها تزهد في الدنيا. جميع اللي تكون دايته الدنيا ويزور المقبرة يتفكر، يحبس يفريني، يدخل المقبرة يعني تحبس. وتذكر الآخرة، جميع الإنسان اللي يكون غافل، يكون يعني غافل ودايته الدنيا وكذا وقلبه يعني قساح، يزور المقبرة. كي يروح يزور المقبرة شوية يعني يبدأ يتفكر في الآخرة، ويبدأ يتفكر يعني في هالدنيا اللي راهي داياته. فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. إذن فزيارة القبور فهي للرجال متفق عليه، يعني متفق على أن زيارة القبور جائزة ومباحة ومستحبة وسنة للرجال، هذا بإجماع العلماء كل. أما الخلاف عند ماذا؟ فالخلاف عند زيارة القبور للنساء، المرأة هل يجوز لها زيارة القبور المقبرة أم لا؟ هنا كاين الخلاف بين الفقهاء. أما الشواب، الشواب راكم عارفين معنى الشواب، الشواب بمعنى المرأة الشابة، المرأة اللي تكون صغيرة، المرأة اللي تكون صغيرة
وخاصة إذا كانت ذات جمال فحرام عليهن الخروج إلى المقبرة بالإجماع، مفهوم؟ بإجماع الفقهاء. المرأة إذا كانت صغيرة حرام عليها تزور المقبرة بالإجماع. وأما القواعد، شكون هما القواعد؟ القواعد بمعنى النساء العواجز، كما نقولوا احنا بالعامية نتاعنا الشيبانيات الشوابين. المرأة العجوز يجوز لها ان تزور المقبرة، يجوز لها باش تزور المقبرة. اما القواعد وهم العجائز فمباح لهن ذلك وجائز ذلك لجميعهن، ولكن بشرط إذا انفرضنا بالخروج عن الرجال ولا يختلف في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن بشرط لازم المرأة الشيبانية هذه تاني كذلك من تروح للمقبرة جايز لها الشراء. خطرش علاش؟ يعني ما يدوهاش فيها مرأة شيبانية، شكون غادي يديها فيها يعني؟ ولكن ما لازمش تدير الامور اللي منحها الشرع، كما الندب كما يعني اذا كان تندب ولا تصيح ولا توغ ولا هنا يحرم عليها الخروج الى المقبره. وعلى هذا المعنى يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور عاما، فهو حديث عام. عندما قال النبي زوروها، هل النبي عليه الصلاة والسلام استثنى النساء ولا عام للرجال والنساء؟ ما كان استثناء هنا، ما كانش قيد، فالحديث ليس مقيد ما هوش مقيد الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال فزوروها بالجمع عاما نساء والرجال، ما قيدش النبي عليه السلام قال إلا الرجال، لا، وإنما قال فزوروها، حديث عام ما هوش مقيد في هذا المعنى. وأما موضع أو وقت يخشى فيه الفتنة من اجتماع الرجال والنساء فلا يحل ذلك ولا يجوز، وإنما هو حرام بالإطلاق، وهذا ما نراه في مقابرنا اليوم يعني هذا الاختلاط اللي راه واقع في المقابر اليوم فهو حرام بالإطلاق بإجماع الفقهاء والمحدثين وعلماء القرآن. شوف المقبرة مقبرة، قلنا باللي المرأة اللي تكون صغيرة ما تروحش، حرام عليها المقبرة. والمرأة العجوز جايز لها تروح المقبرة، ولكن بشرط ما لازمش تدير الأمور هذيك اللي حرمها الشرع زيد كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمم النبي عليه الصلاة والسلام عمم الحديث. أما الشيء اللي رانا نشوفوه اليوم في المقابر، ولا كنت كاذبا إن قلت لكم بأن حتى المشاكسات والغراميات ويعني في وسط المقابر، هذا المقابر تاع اليوم، المقابر تاع اليوم. انا بعدك واحد لو كنت حاكما لمنحت النساء جميعا عن دخول المقابر، يعني نمنحهم ما يدخلوش المقابر. علاش؟ لان الشيء اللي رانا نشوفوه في المقبره يبكي له الجميع هناك يعني فتيات وشباب يعني اختلاطات، وكان يعني حتى النظر والزيد يعني والغرام في وسط المقابر.
لا احياء من ربي ولا احياء